you go, ladies and gentlemen, with Bio, 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 Bio now. Into and do this tasfara. يخسر المليون بالسهرة يسمع. كفوت في القدرة مسكين ناس ملا. بمخو بدون زبل. نيفو طالع ما ينزل. بديكي حبي ترجل. يحقر الناس ملا. حبس ما تبوجي. خناس القتل هبل. اقعد ما تصافي. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. القضية رقم 2035. أسماء شاكية، تفضلي. كمال المتهم، تفضل. سيدة أسماء وزوجها كمال. سيدة أسماء تكلمي. يا سيد الرئيس، أنا هذا الرجل ما يعيشني في المرار، ما يدير حتى حاجة في الدار، ما يغسل الماعن، ما يطيب ماكلة، خلالي الولد بالحمى مرمي وما عطالوش البيبغون تاعو، وزاد خرج بلا مشاورتي يا سيد الرئيس. كمال، كاش ما عندك تدافع على نفسك؟ راهي تكذب يا سيد الرئيس، راهي تكذب. شوف يا سيد الرئيس، المرأة تاعي اللي تخدم على 7:30، أنا على 5 تاع الصباح نكون واقف، نوجد في القهوة ونديها لها حتى للبنك يا سيد الرئيس. سمعت، والشغل تاع الدار كلش راسك فيا انا، الدراري، الحوايج، المسيح، غسيل الماعن، كل حاجه انا اللي نديرها يا سيد الرئيس. بصح شوف، تعرف كيفاش عندي واحد الولاد يا سيد الرئيس؟ جنون، نهار طول هما يخمجوا في رواحتهم، وانا نهار طول يا سيد الرئيس وانا على الباسينه تاع الحوايج نغسل. شوف يا بني، شوف شوف واش دار فيهم الصابون والجافيل يا سيد الرئيس. عندك خطره واحده برك، قلت نروح نضرب تحميمة، لميت حوايجي يا سيد الرئيس، قلت أنا أروح للحمام. بصح شوف يا سيد الرئيس، ما كانت في الدار، على خاطر لو كان كانت في الدار والله يا سيد الرئيس كذاب. يا سيد الرئيس كذاب. أنا نكذب؟ اسكت اسكت. شوف سيد الرئيس اسكت. قالك اسكت اسكت، راني هنا أنا هي المحامية ديالك، واش حسبتني قلطرة؟ سيد الرئيس. نعم. موكيلي راجل تاع دار، يخدم الشغل، يطيب، يغسل الماعن، ما شريتلوش ميم با ماشينا لافي لافيسيل. اسكت قلنا. قالك سيد الرئيس اسكت اسكت. بكي شويه. فهمت سيد الرئيس، هاد المراه غوله حقراته، عندها الحق، كي قالت لازم يشاورها باش تروح للحمام. ها بصح الحمام على قداش؟ من 11 تاع الصباح حتى للخمسة. ايوه. بصح هو طيب الفطور وغسل الماعن وعطى البيبغون البيبي. اوبجيكسيون سيد الرئيس. سيد الرئيس، موكلتي اللي راهي امامك الان عندها حق 100% في الشيء اللي قالته، وعندي الدليل سيد الرئيس. وين هو الدليل؟ الدليل سيد الرئيس هو شاهد وموجود في هذا القاعة. فليتفضل سي جمال، تفضل واذكر كل الدلائل اللي تعرفها على المدعى عليه واللي سبق وذكرتها لي في المحضر نتاعنا هذا اللي راه بين ايدينا. تفضل واذكرها لسيد الرئيس بكل تدقيق. تفضل. شوف سيد الرئيس، انا نقول غير الحق، الكذب خاطيني كما يقول لك، اللي ما شافش يكذب. بصح انا شفت بهاد الزوج عينين. سيد الرئيس كما العاده
جيت رايح داك النهار للحمام، انا عندي مره في الجمعه نروح نضرب تحميمه باش نحيد داك العيا. ادخل داخل بيت سخون واش نشوف؟ سي كامل من البعيد شفته خيال، ظهر لي هو ماشي هو، بصح كي قربت ليه عرفته. وكيف عرفته؟ عرفته بالفوطه، على خط الفوطه تاعو طول العام وهو بها حتى رشات عليه. وتاني كي زدت قربت مليح عرفته من ظهره، كان معاه الكياس. كان معاه الكياس. حقا حقا راح الحمام، بصح كي راح الحمام واش كان قدامه؟ واش كان قدامه؟ كانت قدامه واش يقولوا له هذيك طاسة تاع نحاس وقرعة شامبوان، وكان الكياس يكيس له في ظهره. الكياس يكيس له في ظهره والطاسة تاع النحاس. ايه ماشي صح سيد الرئيس. نعم او يطلق عليك القنين والقنين قام يهربوا هنايا في دار الشرع. ها خرطي باش تقول بلي الطاسة تاع النحاس السي كمال مفاشي مع الطاسة تاع النحاس، عنده طاسة تاع النيلة. وزيد بزيادة كي يقول لك الكياس مرتو ما تعطيش الدراهم تاع الكاسة، تعطي غير الدراهم تاع الحمام. نعم هاي يا سيد، هاي هاي اخزر فيا هنا. ها سيدي نقولوا نقولوا الكياس يكيسنا. هاي يكيسنا يرحم بابك. كيفاش كيفاش يكيس له هكذا ولا في في ظهره؟ في ظهره كان يكيس له في ظهره. وكيفاش انتو مال هذاك يا سيد الرئيس؟ هذاك ماشي ظهره، ظهر الكياس. يعطيك العافيه. حسب القانون اللي صدر في تاريخ 2018 اللي يسمح للزوجة تعاقب زوجها إذا غاب من المنزل الزوجي بدون رضا مرته. يا سيد الرئيس شوف واش دارت لي. شوف شوف يا سيد الرئيس، أنا غير جيت داخل مع الباب وهي باف، أنا وزادت لي بول أخرى باف بركيت. يا سيد الرئيس شوف لحمي، شوف السيد الرئيس وكامل زرق. وانتي علاه ضربتيه؟ يا سيد الرئيس كنت زعفانه وسلقت يدي برك. كانت زعفانه، هذا اللي يقول لك ضربني وبكى فاتني وشتكى. انا يا سيد الرئيس ملي ضرباته الكليون ديالي راهو غضبان على باباه. اوبجيكسيون سيد الرئيس، الزميلة راهي تقول باللي المدعى عليه غادر المنزل، يعني دا الولاد وخرج من المنزل الزوجي، يعني ما استناش حتى تكون الزوجة حاضرة. وين هو الدليل؟ عندي دليل سيد الرئيس. تفضلي جيبيه. الشاهد رقم 2. تفضل وضح للسيد الرئيس الشيء اللي شفتوه بعينيك. انا نوضح. تفضل. ليك الفضل سيد الرئيس، انا الكذب خاطيني، نقول غير الصح. قال لك اللي ما عنده شاهد كذاب، انا شهد وش بعيني. شوف سيد الرئيس، ذاك النهار كي جيت جاي من خدمتي كيما العاده والعوايد، انا طالع لداري شكون نشوف؟ سي كمال. سي كمال هابط في يدو فاليزا مع مرا حوايج باقي نخسر فيه. وين رايح العبد هذا؟ ماشي ماشي وحكم طاكسي، طلع في الطاكسي. وفي الطاكسي واش نشوف؟ الغاشي من النور واشنو يظهروا لي ولادو، دا معاه ولادو وراح. شكرا. الله يسلمك. شكرا سيد الرئيس. يظهر لك؟ يظهر لي يظهر لي، لان الغاشي شتهم اللور ويظهر لي ولادو هو شتو. بصح جاب لي ربي راك شغل عليك يا الحميمه روحي ورواحي. مالا شتو؟ نعم ايوا. وفاش شتو؟ شتو طلع في طاكسي كبيره. استنى، شتو ولا شتهم؟ شتو بعد كي طلع في طاكسي شتهم، شت غاشي كبير وقلت يظهر لي ولادو. والطاكسي كيفاش داير؟ طاكسي كبير كبير الله يبارك في الغاشي.
إيه كيف أقول لي فيه نومرو واش إيه؟ أقول لك فيه نومرو ولا أزرق ولا أحمر ولا كحل ما ندفش عليك، المهم طاكسي كبير وخلاص. وكان تروتينات ماشي تروتينات ما نعرفش بين تروتينات وطاكسي. أيوا ملا جماعي ما ندفش عليك، المهم فيه الغاشي. اسمع يرحم بابك يرحم بابك، أنت خدام ولا لا؟ معلوم قلت لك كنت جاي مخدمتي على هذيك اللي شتو. كنت جاي مخدمتك وعلى العشرة تاع الصباح. اسمحي لي سيداتي المحامية، بصح سي هذا شغلي، الوقت اللي نخرج منه الخدمة شغلي. كان خدامة السيد الرئيس وتلاقى بي على العشرة تاع الصباح. بيونا نوال تفضلوا هنا. عيطت لكم باش نلقاو حل أسماء وسي كمال باش نرجعوهم لبعضهم، وهذا من واجبنا احنا على جال ولادهم ما نخليهم مشردين. واش قلتوا؟ انا موكلتي ما نضرش تقبل ترجعوا للدار، حلفت يا ماما. انا تاني الكليون ديالي مفشش ومعزز في دارهم ما يقبلش الرجوع. انا يظهر لي نتعاون يعني مدى بيكم يعني باش نقابل حل هذا ونفكر عند حل المشكل هذا في بعضها. يعني واش قلتوا يعني؟ سيد الرئيس انا هاي قريب لا غوتخات تاعك ياك؟ ما لا قعد ترونكيل رانا في 2000 فهمت؟ شوف القضيه هذه صعيبه عليك بزاف، خلينا غير احنا في زوج نفريوها. روح روح روح. سي كمال وسيده اسماء، انا مدابية تتفاهموا وترجعوا للطريق، وهذا الشيء هذا كنا كان رجعتوا يلزم ترجعوا على جال ولادكم ما تخليهمش مشردين. واش قلتي؟ مدابية سيد الرئيس مدابية، لو كان غير اسماء ترضى عليا. اسمح لي يا سيد الرئيس بصح انا عندي شروطي. سيد الرئيس نعم. انا راني عارفه الشروط ديالها وشنو. تفضلي. لا خاطر مسكين الكليون تاعي عنده 3 اولاد برك، وهي يحبها الطفلة باش لوريتها وتكمل اسمها. اوبجيكسيون سيد الرئيس. وعندي دليل. واش من الدليل؟ واش من اوبجيكسيون انجيكسيون انفيكسيون داخل علينا اوبجيكسيون؟ انا تال عندي دليل. واش هما الدليل تاعك انت؟ هاوليك الدليل سيد الرئيس. يا تفضل. راني نشوف فيك اليامات هادو هنا كل يوم. ايه يا سيد الرئيس بصح خليه يتكلم. تفضل. ليك الفت سيد الرئيس، تعرفني انا قول غير الحق، قال قول الحق ولو كان مرا، اما انا راح اقول لك الحق. تفضل. صحيح. المره هذه كنت في داري نعس في دراري قبل ما تدخل المراه، كي دخلت المدام تلاقات مع سيده اسماء، وسيده اسماء كي تلاقات معها حكت لها، قالت لها باللي راجلي هذاك العزل اللي عندي يجيب لي غير في الاولاد، اكرهت منه ما جابليش بليته باش مقهرت ورثني، ما انا قالت لها حبيت نحوزه نطلقوا. هذه مرتي قالتها لي سيد الرئيس. هاك تسمع سيد الرئيس، مالتي كان ندوموندي الحقوق نتاع الكليون ديالي، لازم فرض العده والمسكن، السكنه وحده والرجوع، وما تزيدش مرتو تضربه. وسيد الرئيس بصح انت يا اليوم تخلصها غاليه. انت هادي صنعه ديالك. اسمع سيد الرئيس، على بالك واش هو داير عند باب تاع دار الشرع؟ واش مداير؟ او داير بيرو ويدير تيموانياج فو تيموانياج سور شارج ان شارج. اي ولا لا؟ سيد الرئيس اسكت. انت محكمتي اليمنى محكمتي اليسرى، ها مالا دوك تحكم الوسط. هيا الشرطة هزو. هيا طبقوه. سيد الرئيس حبيت ندير الخير. خير امشي. حبيت ندير الخير. حبيت ندير الخير سيد الرئيس. تحيا العدل. سيد الرئيس. يو جو ليديز اند جنتلمان ويذ بيو 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 نا. كامل هبلو مرة يبكو مرة يشكو طيبان وناس ملاح.
صابين.